يتحرر بأعمال الناموس، بل إنما بالإيمان بيسوع المسيح. آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لكي نبرر بالإيمان بالمسيح لا بأعمال الناموس، إذ لا يبرر بأعمال الناموس أحد من ذوي الجسد. فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر بالمسيح، وجدنا نحن أيضا خطاة. أفيكون المسيح إذن خادما للخطيئة؟ حاشا. فإني إن عدت أبني ما قد هدمت، أجعل نفسي متعديا، لأني بالناموس مت للناموس لكي أحيا لله. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. وما لي من الحياة في الجسد، إنما أحياه في الإيمان بابن الله الذي أحبني وبذل نفسه عني. السلام لك يا أيها القارية وجميع الشعب. خسر نفسه، أم ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ، يستحي بي ابن البشر. متى أتى في مجدي أبي مع الملائكة القديسين؟ وقال لهم: الحق أقول لكم، إن قوما من القائمين هاهنا لا يذوقون الموت أوه
حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوته.